إذن الشارع اللبناني مشاهدينا ينشغل بحراكه منذ أكثر من أسبوع، وقبله انشغل العالم العربي أيضا، وطبعا محبي الرياضة حرموا من زيارة النوادي الرياضية. فما الحل؟ الحل سيكون مع المدرب الرياضي يوسف قريب أول. صباح الخير. صباح النور يوسف. يعني إذا بنضل على هذه الحال، ننزل على المظاهرات من دون ممارسة رياضة، أكيد وزننا حيزيد. مظبوط مظبوط. تعرف خاصة اللي بيشاركوا بالمظاهرات بيتناولوا مأكولات سريعة. صح. وفيها مظبوط. العديد والكثير من الوحدات الحرارية. وفيها نسبة كربوهيدرات كثير كبيرة، فمشان هيك أكيد بيزيد الوزن. هلا اللي بيساعد شوية الستريس والتعصيب اللي بيصير والمشي، هيدا بيساعد. أنا قبل ما بلش الحلقة بدي بس حابب، أنا كتركي ولبناني فنص لبناني، وأنا أكيد بشارك بهيدي الثورة يلي هي سلمية، فمشان هيك أنا حبيت اليوم بس أرفع العلم اللبناني، أوكي، احتفالا بما أنه أنا رياضي كمان عانيت من كثير فساد بلبنان من قبل الجهات المختصة بالرياضة وعاملتنا بطريقة جدا سيئة، فمشان هيك بدي أرفع هيدا العلم، وأكيد هيدا العلم بنبوسه بنحطه على راسنا مثل العلم التركي أكيد، فمشان هيك الشيء الحلو بثورتنا انه كمان ماخوذ من الثوره التونسيه اللي هي اساس الثوره، نبض الثوره، وهذا الشيء بيشرفنا اخ امين. هلا شوف انا ما بهاجمك دائما، فمشان هيك نحن كرياضيين اكيد بنوجه تحيه لتونس وللشعب التونسي وللرئيس التونسي وللشباب الثوره اللبنانيه، وان شاء الله يا رب نقدر نلاقي نتيجه. فمشان هيك انا اليوم جيت مشان نساعد هالشباب يعملوا رياضه خلال الثوره. واصلا ليس فقط بلبنان، في كثير من الثورات التي تندلع حول العالم بالاسابيع الماضيه. باسبانيا هلا في ثوره، بتشيلي، الاكوادور، بكثير من الدول. فالمشاهدين العرب الذين يتكلمون اللغه العربيه راح يشاهدوك وياخذوا بنصائحك. واكثر رياضه معروفه بالثورات هي الركض، معروف اكثر شيء خصوصا وقت رش المي. فمشان هيك هلا نحن ببساطه هي التمارين اللي نحن بنعملها بالعاده اذا شخص ما معه وقت، فحيكون اليوم قسمين، تمارين سريعه هي عباره بس انه نخلي جسمنا عم يتحرك وما يعرف بمكنه السعرات الحراريه اللي بتحرق الميتابوليزم يضلوا شغال عنا خلال هالثوره، خصوصا هلا في ساقعه شوي، بلش ساقعه ببيروت وبلبنان، فالجسم شوي بيعطي شويه حراره، شيء اسمه تي 3 هو هرمون. فمشان هيك نحن اللي بدنا نعمله بدنا نبلش ببساطه هي شويه ستريتشنج حنعملها يلي حنفيق بلش، لانه بتعرف العلم ضله فوق فبتشد العضل اللي ورا. مشان هيك هلا امين معود على الثورات دائما بنشوفه هيدا ابلاغ اسمه، اوكي، عم نشد هيك ظهرنا بهيدا الشكل من هون مثل ما شايفين، الميل الثاني، اوكي، اهم حركه لازم تنعمل انه انا بس وطي لتحت فيها بدي ابرم بهيدا الشكل، وبالعكس اذا بتلاحظوا انا عم شد شوي عم ركز على ظهري لانه الظهر اجمالا اكثر شيء بيصير في عليه ضغط بكل شيء نحن حاملينه، ان كان علم ان كان اي شيء، الساعه بتلعب دور والى اخره. هلا الشيء الاساسي بالاجرين، بما انه في شباب كانوا عم بيقولوا لنا انه مش معودين على المشي والوقفه فاجرين شوي تعبوا، الشيء البسيط بس اللي بدنا نعمله انه مثل ما انا واقف هول الاجرين ما يسمى بالانكل بدنا نحاول قد ما فينا نمربه بهذا الشكل الدائري. هون بكون انا شوي عم حاول قوي شوي عضلات اجريه وعم برجع رخي كل شيء خصو بالتيشوز او الالياف تما يرجعوا يشدوا بهذا الشكل. وكل ما اعمل هذا الشكل مثل ما شايفين انا هون عم ريح اجري وعم اميل بنفس الوقت عم حضرهم. تمرين السكوات كثير بيلعب دور لانه بتعرف بيروت في كثير حافات، فاذا حدا بده يهرب عرف كيف من قوه الشغب بده يضطر ينط على درج الجميزه مثلا، الجميزه خصوصا وسط بيروت الشباب كثير صاروا يركضوا ويهربوا، فبننزل بس فيها شوي نقوي حالنا الصبح، بدي اقعد حوالي 30 ثانيه فيها لهيدا الشكل. اوكي انا هون بكون عم ساعد اجري، عم ساعد ظهري، الهامسترينج من ورا عم بشده، الكوادز، الهامسترينج، الكالفز، كل شيء عم يشتغل اجمالا بالجسم. والشيء الاهم كمان انه بدي احط اجري ورا اجر قدام، كمان بدي مغط اجري، اوكي، عشان نحن بناسبنا انه الشعب اللبناني ما يصير معه مزوقه باجري، بالعكس عشان يضلوا مكمل بهالثوره لازم يضلوا يعمل ستريتشنج مثل ما بتعرفوا، اوكي، خصوصا للمصورين، لانه المصورين كمان بيلعب دور، اذا اكل شيء عصايه، اكل رشه مي من مكافحه الشغب، فبده يضطر يهرب بالكاميرا، بده يحطها على ظهره. فاليوم اكيد حيشدوني. هاي اي شيء بنعمله، اي حركه اصلا بالثوره هي رياضه، هي بحد ذاتها الثوره هي رياضه. هيدي اهم شغله مثل ما شايفين الربر. هلا اذا ما لقيت انا ربر تحت بالمظاهره فيني اذا قاطع صبي من حدي في كل ربطه الشعر من راسها بتلعب دور، انا هيك بعمل صراحه مش حكذب عليكم، انا بكون بهالحالات اوقات، فبصير بدي شد فيها شوي بهذا الشكل
اوكي بحس حيكمشوني اليوم اوكي بهذا الشكل هون عم نعمل ستريتشينج مثل ما شايفين عم ببرم فيها الخواص اللي عم يشتغلوا اوكي مثل ما ملاحظين كثير عم ركز على ظهري لانه هو الشيء الاساس بهذا الموضوع طبعا أوكي. لانه الواحد يقعد ويقف لساعات طويله وطويله جدا معناها صح صح وقوف يدوم مده طويله صح واهم شيء يا امين حركه الصدر اوكي لانه في عندك حالتين بالثوره بتصير لما تكون عم تعمل ستريتشنج يا اما بدك تعبط العالم بدك تعود حالك انه تعبط اثنين ثلاثه مع بعض لانه في كثير عالم بيكون تحت يا اما بس تنكمش حيتكلبشوا ايديك لورا فبهيدي الحاله على الحالتين بدك تعمل ستريتشنج لعضله الصدر تلينها عشان ما بتعرف شو بيصير معك يا نيجاتيف يا بوزيتيف لو على فكره تخيل انه بشي مسكوك المكافحه الشغل بتقول له لحظه نعمل ستريتشنج ونرجع لك انا بنصحك تنزل تعمل صف بالساحات والله عم فكر صراحه ضروري يعني هيك بتمرن الشعب وبيعتصموا ب اكيد خصوصا انه الشعب اللبناني شعب مرح وهي اغرب ثوره تعتبر بالعالم انه كلها موسيقى ورقص والى اخره وهيدا وجه حضاري جدا يعتبر طبعا لا نقلل من اهميه هذه الثوره او الثورات الاخرى بجميع انحاء العالم شكرا لك يوسف شكرا لكم شكرا لكم على هذه الرياضه المفعمه بالثوره الله يخليك شكرا لك